حبكة ودوبارة، العمل المسرحي الذي كسر قواعد الجماهيرية خلال سنوات الحرب يحيي مسرح نقابة الفنانين مجدداً في حلب من خلال عروضه المستمرة إلى الآن. كاميرا الإخبارية السورية كانت متواجدة أثناء العرض والتقت بنجومه. الدور في هاي المسرحية حده عم لولدين توم سيامي، بتعامل بحقد معهم وشراسة، وبالنتيجة شوي 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 شوي, شوي بيشوف انه الدم ما بيصير مي وبرجع لرشده. اهم اسقاط بهذا العمل هو التأكيد على الروابط الوطنية المتينة، يلي قديش ما مرينا بظروف، قديش ما عدينا بأزمات، نحن بتضل بشخصيتنا وبتربيتنا. العمل بيحكي عن توأمين سياميين بيتعرضوا لمؤامرة من العم الطامع بإرث تركهم أبوهم لهم. الجمهور تفاعل مع العمل الذي يقدم بقالب كوميدي سياسي يحاكي المؤامرة التي أراد بها أعداء سوريا النيل من وحدتها وصمودها. نحن من 7 سنين لهلا ما شفنا هيك جمهور وهيك تفاعل، الحمد لله نحن قدرنا نرجع شوي المسرح الحلبي لألقه، يعني المسرح الحلبي هو كان متألق مع طول العصور، فهمت علي شلون؟ فنحن الحمد لله شوي عم نرجع الأجر إنه ترجع تجي وتحضر ويشوفوا إنه عن جد في حلب في مواهب وفي مواهب شابة عم تقدم لهالمدينة هاي من فن. بعد تحرير مدينة حلب عاد ينتعش، عاد القلق له من جديد، يعني عملنا جماهيري وشباك تذاكر، ولكن عم نشاهد إقبال كبير الحمد لله بهي المسرحية حبكة ودوبارة. طبعا أنا شاركت مع الشباب بآخر فترة، التحقت بالبروفات، لذلك حبيت الدم الجديد وحبيت الفكرة. يعني أخذ دور الأم اللي هي بتجيب توم سيامي هن الملزوقين مع بعض. هو تعبير كتير حلو. المؤلف طبعا المؤلفة هي ذكرته إنه هدول التوم السيامي الملزوقين مع بعض يعني شيء إيد وحدة، قلب واحد، محبة، وهي دايما الأم يلي بتفتخر إنه أنا أولادي هيك. يعتبر هذا العمل من أهم الأعمال التي يقدمها مبدعو حلب رغم جميع التحديات، والتي كانت بحسب أعضاء الفرقة دافعاً وحافزاً لتقديم هذا العمل وأعمال فنية أخرى.